ولزمان دولة ورجال، وفي سوريا الوطن الذي تعصف به المؤامرات وتحاك ضده السيناريوهات، الوطن الذي تميز برجال كانوا الأوفياء للعهد ولمسيرة القائد. بتفاصيل وجه حمل لون الأرض السورية، وبكلماته التي تحمل دوما روح الدعابة، وبصبر الخمسيني الذي اختبر جزءا من الحياة ولا يزال أمامه الكثير، كان أحد رجالات الوطن. عمران الزعبي، الرفيق والمحامي والسياسي وصاحب الكلمة الجريئة، ابن هذه الأرض الذي استطاع أن يوظف إمكانياته في خدمة الوطن. ما أود أن أقوله هو أن الأستاذ عمران لم يبخل يوما بكلمة أو موقف أو أي شيء يستطيع أن يقدمه لهذا البلد. وأيضا كمحامي، حين كانت هناك مناقشة دستور، كان فاعلا وجريئا وعمل مع زملائه ليل نهار من أجل إنجاز الدستور الذي يناسب الجمهورية العربية السورية. بالنسبة لي بالفعل كان هو نموذجا لابن هذه الأرض الطيبة، متجذرا في أرضه في وطنه، لا يخشى في الله لومة لائم، حسم خياره منذ اللحظات الأولى من هذه الحرب الشرسة على سوريا، ووقف مع وطنه ومع حكومته ومع بلده ومع شعبه موقفا مشرفا مهما كانت النتائج ومهما كان الثمن الذي يتوجب عليه أن يدفعه. ولذلك هو يستحق منا كل الاحترام، يستحق منا أن نقول له شكرا أستاذ عمران لكل ما قدمته. كلنا عابرون في هذه الحياة، ولكن القيمة المضافة هي التي يتركها الإنسان، والتي البصمة التي يتركها الإنسان في المجال الذي يعمل فيه. وأنا أود أن أقول لروحه طاهرة أن الناس لم تنساك أستاذ عمران، زحفت إلى تعزيتك، وأن نادية وبناتك أحيطوا بكل الحب من قبل السيد الرئيس بشار الأسد ومن قبل كل زملائك ومن قبل كل الناس التي تحبك. لم تكن التعزية تعزية مسؤول، كانت التعزية تعزية إنسان شفاف محب معطاء صادق، رحمه الله وهنيئا له. حين كادت رياح عاتية أن تعصف باستقرار الوطن على خلفية ما يعرف بقضية اغتيال الحريري، سارع المحامي البارع إلى الساحة ليدافع عن وطنه، فكان محامي الشاهد الملك في هذه القضية، وأعد الملفات اللازمة ليواجه كشرفاء الوطن كشف الحقيقة وإجهاض المؤامرة. في وصف وطنية المرحوم عمران الزعبي الكلمات تعجز حقيقة. هذا الرجل كان وطنيا بامتياز، ولا سيما في قضية اغتيال الشهيد رفيق الحريري، عندما كانت الظروف في عام 2005 كل الأطراف كانت في موضوع ارتباك حول الاتهام الذي تم باتجاه سوريا، كان متوازنا وكان يقول بأن رفيق الحريري هو شهيد
لسوريا قبل أن يكون شهيد للبنان، وقام بدور وطني في هذه القضية من خلال الشاهد الملك بقراءة قانونية وطنية صحيحة وقراءة سياسية لكل ما يدور في تلك المنطقة. ولتدور العجلة متسارعة وتتجهز الخطط وتكتمل خيوط مؤامرة 2011 وتعلن الحرب الكونية على سوريا، فكان للرفيق والسياسي مواقفه الصلبة، فكان له حضوره المؤثر على شاشات الإعلام مدافعا عن دولة الحق والقضايا الوطنية. منذ بداية الأحداث في سوريا كانت له وجهة نظر واضحة، كان دقيقا في رؤيته، وكان محددا أيضا في تعاطيه مع هذه الأزمة والتي نسميها بشكل أدق الحرب على سوريا. كنا سويا نفكر ونحلل ونقترح، وكان كما ذكرت دائما ذا رؤية صائبة، وكان رحمه الله يتمتع بروح مرحة، ففي الأوقات الصعبة كان يلقي بهذه الدعابة هنا أو هناك لكي تسير الحياة في ظل الظروف الصعبة بشكل طبيعي، لكن مع عدم التنازل عن المعطيات الأساسية لطبيعة الحرب والظروف القاسية التي واجهتها سوريا. لم يكن موقفا وطنيا وحسب، بل كان صوت سوريا الوطن، صوت البعثي المؤمن بفكر وقيم ومبادئ حزبه، والمؤمن بقيادة سيد الوطن الحكيمة، والمؤمن بأن للباطل جولة وللحق جولات. رب العالمين بذاته الإلهية يرعى سوريا، سوريا الله حاميها، سوريا هي الإسلام الحقيقي، وهي قلب العروبة، وهي الباقية، وهي الدائمة، ولن تزول ولو زلنا جميعا. تمام، ونحن طبعا لن نزول. وفي النصف الثاني من عام 2011 طرح مشروع تعديل الدستور السوري، فكان الزعبي أحد رجالات صياغة دستور عام 2012، فاستحق بجدارة لقب أحد مهندسي الدستور. الحقيقة الأستاذ عمران الزعبي كان واحد من أهم مهندسين الدستور الحالي للجمهورية العربية السورية اللي قرب عام 2012. يعني احنا كنا بلجنة صياغة هذا الدستور، كان مبدع بالأفكار، وكان يعني بعتبره أنا من أحد الأشخاص القلائل اللي إذا واحد بده يسوق فكرة فأفضل من يسوق هاي الفكرة هو المرحوم عمران الزعبي كان. ولقدرته الكبيرة وإطلالاته الإعلامية اختير في الفريق الحكومي ليتقلد وزارة الإعلام وليمضي الساعات والأيام ويطوي الأشهر وهو يتابع تفاصيل العمل الذي كان أحد وسائل الدفاع عن الوطن. السيد عمران الزعبي هو قامة وطنية سياسية له باع طويل في السياسة. أنا عرفته للسيد عمران الزعبي رحمه الله، عرفته محللا سياسيا عندما كنت أعمل في تلفزيون دنيا مديرا للأخبار، وعرفته محاميا محنكا كما عرفته وزيرا للإعلام مفوها. السيد عمران الزعبي منذ بداية الأحداث التي انطلقت من درعا قال مباشرة إن ما يحدث في سوريا هو عبارة عن غمامة صيف لابد أن تنتهي قريبا، وإن قصة الخيالية التي أطلقها بعض المضللين من أهالي درعا حول قصص الأظافر المقلوعة ما هي إلا قصة ممجوجة لا صحة لها ولا لها أي شيء على الأرض الواقع.
عمران الزعبي رحمه الله هو إنسان وطني بكل ما تحمل كلمة من معنى، إنسان وفي، سريع البديهة. أنا أعرف السيد عمران الزعبي عندما تم تفجير بناء الإخبارية السورية، أنا قمت الاتصال به وقلت له أن هناك عملية، على ما أعتقد أن هناك عملية إرهابية جرت في الإخبارية السورية، أنا سوف أنطلق إلى هنالك. قال لي انتظر لإلي بالتلفزيون بالهيئة العامة لإذاعة والتلفزيون نطلع سوا، وبالفعل طلعنا سوية ووجدنا مبنى الإخبارية السورية مفجر عن بكرة أبيه. عمران الزعبي إنسان بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وفي، محب لسوريا، وطني. لهذا الشخص العظيم أقول الرحمة، ولأهله الصبر والسلوان إن شاء الله. ما حدث صباح اليوم أو فجر اليوم هو مجزرة بكل ما تعنيه كما قلت هذه الكلمة، ليست مجزرة ضد أشخاص عاديين فقط، إنها مجزرة ضد الإعلام، ضد حرية الإعلام، ضد مواثيق الشرف الإعلامي. وكان الزعبي متابعا لإنجازات بواسل قواتنا المسلحة، وفاضحا تفاصيل المؤامرة على الوطن. عمران اسمه في المبتدأ عمران، والعمران برمزية هذا المعنى الذي قدمته الحرب في سوريا لشعبها ولأمتها، أن العمران ليس عمران الشجر والحجر والبشر فقط، العمران هو عمران القيم، عمران القلوب، عمران الأخلاق، وكان عمران الزعبي شيئا من هذا. في الإعلام لم يكن عمران إعلاميا ولا صاحب تجربة إعلامية سابقة، لكنه بحسه التاريخي والوطني والقومي وبحجم ثقافته وإدراكه للبعد الإعلامي للحرب، كان سيف سوريا الإعلامي الذي استلته في هذه المواجهة بعد شهور كاد الصمت فيها أن يكون قاتلاً. الإعلام السوري في زمن عمران الزعبي خرج من القيود، انطلق في الهواء الطلق، لم يغفو قلبه إلا بعد أن اطمأن أن هذه الأرض درعة الطيبة قد أصبحت باليد الأمينة بحراسة فرسان وأسود الجيش العربي السوري، وهو في اسمه شيء ربما لم نفهمه وهو على قيد الحياة، عمران، أي العمر مرتين، السنة سنتين، إلى اللقاء يا عمران. 2014 موعد جديد مع استحقاق دستوري جديد للانتخابات الرئاسية، ومحطة جديدة في مسيرة الزعبي، فكانت إدارته للملف الإعلامي في فترة هذه الانتخابات التي عكست صورة الديمقراطية كانت واحدة من النقاط التي تسجل له. نحن جميعا وفي مقدمة سيادة الرئيس بشار الأسد، عقله منفتح وقلبه منفتح على الحوار والنقاش وإلى آخره، وأنا أقول لك رغم كل ما حدث حتى هذه اللحظة هو يتطلع إلى السوريين، جميع السوريين، بعين الأب والأخ والقائد. محطات كثيرة في تاريخ الحرب على سوريا قطعها عمران الزعبي، خاطب فيها المواطن السوري وشن هجومه على العدو، فكان لكلماته الأثر في جنيف 2014. الأستاذ عمران كان في نفس الوقت صديق وزميل، زميل في العمل السياسي ولكن صديق، وارتقينا سوية إلى مرحلة الصداقة المتينة، بمعنى أنه أنا بعرفه قبل ما نبتدي بالعمل السياسي. والشيء اللي بيميز الأستاذ عمران الله يرحمه أنه كان وزيراً لا شك مميزاً، يتعاطى مع الشأن العام ومع المصلحة الوطنية من باب كرجل دولي، هذا ما كان يميزه، وهذا ما برز فيه خصوصاً في محادثات جنيف عندما أشرف على العمل الإعلامي بكامله في جولة جنيف. وفي العام 2016 انتهت مهمة الزعبي كوزير للإعلام لتبدأ مسيرته السياسية كنائب لرئيس الجبهة الوطنية التقدمية،
فكان المهندس لإعادة هيكلتها وتجديد نشاطها وتفعيل دورها عبر العمل الدؤوب الذي عرف به. أستاذ عمران الزعبي نشأنا بنفس الحارة بركن الدين، حارة شعبية متميزة بتراثها الوطني وبتنوعها السياسي الوطني كمان. طبعا أنا شيوعي وأستاذ عمران بعثي. بعدين مرت الأيام والأيام، أتى إلى الجبهة الوطنية التقدمية اللي أنا عضو فيها في قيادتها منذ 7 سنوات، وكنائب رئيس الجبهة اهتم بالتنسيق بين الأحزاب بالجبهة، فكانت اجتماعات الأمناء العامين اجتماعات دورية أسبوعية نتبادل بها آخر الأخبار السياسية، نعمل من أجل تنشيط العمل المشترك وزيادة التنسيق. وربما يمكن القول بأن المؤتمر الأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية الذي حصل في الربيع من هذا العام كان تتويجا لهذا العمل بعد انقطاع ملحوظ بسبب الأحداث. مسيرة امتدت لسنوات حاملة بصمات أبو ليلى كما كان يحب أن يكنى، فكان لحضوره طعم النصر، وكان لرحيله المفاجئ طعم الفجيع. بكاه رفاق الدرب وزملاء العمل، كما رثته أسرته الصغيرة وزهراته الأربع. أبو ليلى رفيق الإعلام السوري وفارسه الذي ترجل في أمان الله ووديعته.